من أكثر الأسئلة يلي بتجيني إذا أنا عندي طباعة على المكرونة، يعني مثلاً إذا في استقبال ولادة أو توزيعات لعرس، هل بقدر أكتب أسامي على المكرون أو لا؟ الجواب هو إيه، عندي طباعة بس مش دايركت على المكرون، بتكون محطوطة على ورق سكر، وهيدا الورق هو يلي بينحط على المكرون شيل من فوق. فإذا عندكم تصميم معين أو لوجو أو أسامي بدكن إياها، إيه بتنحط على المكرون. هيدي الخدمة بيوفروا لي إياها شركة محلية هون بالكويت، صراحة شغلهم كتير حلو ومعتمدتهم صار لي كذا سنة. فإذا عندكم طلبية بدها طباعة ما تشغلوا بالكن، عندي هيدي الخدمة وكواليتي كتير عالية، وفيكن تشوفوا بهيدا الفيديو جودة الطباعة يلي عم بقلكن عليها. وصراحة أنا كتير بنبسط إنه في شغل هون بالكويت الكواليتي تبعيته هالقد مهمة ومرتبة. ولهالسبب حب أوجه رسالة لكل شخص عنده بزنس محلي بالكويت يبعث لي مسج على الانستغرام لنشوف كيف ممكن نشتغل سوا، هيك الكل بيستفيد ونكون عم ندعم المنتج المحلي. نرجع لهيدي الطلبية، الحشوات هالمرة كانوا شاي كرك شوكولا وفانيلا. بعد ما خلصت الشغل بالمكرون غلفته حبة حبة وتأكدت انه كل كيس محطوط عليه اللوجو مع الكيو ار كود، وهيك بيكونوا صاروا جاهزين للتوزيع. ولكل الأشخاص يلي عم تسألني عن الكورس، رح نزل تفاصيل الكورس كلها عندي ببوست عن قريب ان شاء الله. شكرا كتير لدعمكن وبالتوفيق للكل.